مرحبا بكم، نلتقي على موعد جديد يتضمن فقرات منوعة كما عودناكم دائما. ابقوا معنا على المتابعة. نبدأ موعدنا بآخر التطورات الإخبارية ينقلها لنا الزميل إشحادي عازم، محرر في موقع بنت وصحيفة بانوراما. تحياتي. أهلا بك معاد، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. هل لك أن تطلعنا على أهم العناوين التي تتصدر موقع بنت الآن؟ من أبرز العناوين أو الأخبار العاجلة التي تتصدر موقع بنت الآن للأسف هو خبر جنائي حول حدث جنائي في كفر ياسين. مركز حيان الطبي يتحدث عن إصابة شخص بجراحة متوسطة بعد أن تعرض لإطلاق نار داخل مسجد في البلدة. الشرطة أعلنت من ناحيتها في بيان صحفي أنها شرعت بالتحقيق في هذه القضية وأنها تبحث عن الجناة. هذا هو أيضا تجاوز جديد للخطوط الحمراء. إن كان هناك خطوط حمراء بما يتعلق بالجريمة والعنف في المجتمع العربي، لا حرمة لا لمسجد ولا لمدرسة ولا لشارع ولا لحي ولا لبيت. من بين أيضا العناوين معاد، منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية والتي يرأسها ران إيرز أعلنت بأنها تتراجع عن قرارها المتعلق بمنع مشاركة المعلمين بحفلات نهاية السنة الدراسية وتخريج الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية. هذا التراجع لا يأتي بسبب التوصل إلى تفاهمات مع وزارة التعليم، وإنما بسبب طلب تقدم به رئيس مركز الحكم المحلي حايم بيباس. للتوضيح معاد، فإن منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية أعلنت قبل أيام عن نزاع عمل. هذا النزاع العمل يخولها ويمكنها حسب القانون من إعلان الإضراب بعد فترة قصيرة. والاحتجاج الذي يعني بسببه أعلنت عن نزاع العمل هو الخطة التي أطلقتها وزارة التعليم، تحديدا وزيرة التعليم الدكتورة يفعاد شاشة بيتون، بما يتعلق بامتحانات البيجروت وإلغاء عدد من الامتحانات. نقابة المعلمين تنظر إلى هذه الخطوة وتقول بأنها خطيرة على مستقبل التعليم. نعم. هنا مطالب لا تتعلق برفع الأجور، على عكس قضية نزاع العمل الذي أعلنته نقابة المعلمين في المدارس الابتدائية والحضانات والبساتين الاستدروت برئاسة يافا بن دافيد، التي أعلنت عن نزاع عمل قبل نقابة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية. هناك الاحتجاج معاد يدور حول اتفاق أجور جديد، تطالب الاستدروت بعد مرور عامين على موعد نهاية اتفاق الأجور السابق، تطالب باتفاق أجور ورفع أجور المعلمين وبشكل خاص المعلمين الجدد. في الملف السياسي، صحيح أن غيداء ريناوي زعبي عادت إلى الائتلاف، لكن وجع الرأس لدى نفتالي بنت لم يتوقف، وهذه المرة السبب من ناحية حزب كحول لبان. نعم، أولا بنت يواجه ضربة والأخرى إن صح التعبير. اليوم المتحدث بلسانه متان سيدي أفادت مصادر إعلامية بأنه أبلغ بنت بأنه سينهي عمله. هذا هو الموظف الثالث في غضون أسبوعين، كانت الأولى المستشارة السياسية لبنت، ومن ثم المقرب إليه، يعني الشخص المقرب إليه الذي أدار مكتب بنت حتى قبل أن يصبح وزير. الآن أنت ذكرت أتيت على ذكر عضو الكنيسة غيداء ريناوي زعبي التي عادت إلى الائتلاف الحكومي، وأنا كما فهمت أنه سيكون ضيفك في البرنامج اليوم عضو الكنيسة عن القائمة الموحدة مازن غنايم. نعم. الذي أولا نبارك له بمازن الصغير الحفيد الجديد بعد انتظار سنوات، ولكن ميعاد هذا يأتي إلى قضية ماذا بشأن قضية انسحاب مازن غنايم من الائتلاف الحكومي. هذه القضية تأتي الآن بقوة ونحن يومين قبل قضية مسيرة الأعلام في القدس، خاصة أن الأستاذ مازن غنايم كان قد هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال أنه تكرر اقتحام المسجد الأقصى. كان ذلك في الاقتحام الأول في شهر رمضان المبارك، وأنت تعلمين ونحن نعلم يعني أنه تكررت الاقتحامات. نحن نعرف هنالك عدد من المتحدثين اللي استضفناهم في برنامج هذا اليوم اللي بيقولوا بأنه مازن غنايم يعني مش فقط
قدم واحدة خارج الائتلاف وإنما قدمين يعني، ولكنه يعني يحفظ الود للقائمة الموحدة ولا يريد أن يتسبب لها بأزمة كبيرة في هذه المرحلة، وهذا فقط الذي يمنعه من الخروج. نريد أن نسمع الإجابات منه يعني والأسئلة اللي أنت حضرتيها على هذه القضية خلال البرنامج. نعم نعم، سوف طبعا نناقش هذا الموضوع، هو لا يسمعك الآن. شكرا لك على هذا الموجز. شكرا معاد.